أهلا بكم. انفجار طرابلس الأخير ينذر بالكثير. هذه المدينة المتخمة بالفقر والحرمان والعجز والإهمال والتآمر، وهذه كلها عناصر التفجير. التفجير الذي سيحرق البلد بأكمله إن لم يرفعوا أيديهم عن طرابلس التي تقف حجر عثرة في طريق المشروع الإيراني والمطلوب إسقاطها وإذلالها. ما يجري في طرابلس يؤكد انهيار الدولة ومرجعياتها، وهناك من يستغل اليوم مطالب أهالي هذه المدينة وجوعهم وأوجاعهم للانقضاض على طرابلس والطرابلسيين الذين خصصت السلطات ميزانية معتبرة من الأسلحة لقمعهم. وعلى وقع الرصاص في طرابلس هناك محاولة جديدة من الرئيس الفرنسي ماكرون الذي عاد إلى الخط مجدداً لتحريك ضمائر الفرقاء الطائفيين الحاكمين الذين هم أسوأ ما ابتلي به لبنان واللبنانيون، لعلهم يتنازلون ويوافقون معه على العبور بما يمكن إنقاذه من لبنان قبل فوات الأوان. فهل هذه الأحداث عفوية اجتماعية أم صراع أجندات سياسية؟ من يريد أخذ طرابلس ولبنان إلى الانهيار الشامل؟ لماذا تم التعتيم على ما جرى في طرابلس؟ ومن له مصلحة في تحويلها إلى بؤرة توتر دائمة؟ هل صحيح ما كشفته قوى الأمن الداخلي أنه ألقيت 16 قنبلة حربية خلال محاولة اقتحام السراي بالإضافة إلى 600 قنبلة مولوتوف؟ ألا يستحق هذا الأمر التوقف عنده قليلاً من زود المتظاهرين بكل هذه القنابل اليدوية؟ وهل صحيح أن هناك عدداً كبيراً من المعتقلين من انتماءات سياسية مختلفة؟ لماذا لا يكشف عنهم بالأسماء والهويات والمهمات المكلفين بها؟ ماذا عن تصريح المسؤولين بأن هناك جهات مجهولة أحرقت السراي وبلدية طرابلس؟ هل من دولة تحترم نفسها وتقول لشعبها جهات مجهولة؟ أين الأمن من كشفها؟ لماذا هناك من يتهم تركيا وما هو دليله على ذلك؟ وهل اتهام تركيا يطال الحريري الذي زار أردوغان قبل أيام؟ هل وصل لبنان إلى القعر؟ ماذا عن المبادرة الفرنسية؟ هل هناك طبعة منقحة أم هي نفسها التي تم تقديمها سابقا؟ حلقة جديدة من تفاصيل، أهلا بكم. أرحب بضيوف هذه الحلقة من بيروت طوني بولس المحلل السياسي ومراسل أورينت عبر السكايب، أيضا من بيروت الدكتور قاسم حدرج المستشار في العلاقات الدولية، ومعنا أيضا من اسطنبول الأستاذ محمد طه صابونجي المحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك يعني طوني، ما هي آخر المستجدات؟ كيف يبدو المشهد اليوم في طرابلس؟ مساء الخير. يعني اليوم طرابلس جريحة، طرابلس تعاني كثيرا وهي لا تزال تعاني، وهي تعاني أيضا إضافة لما عانته في الأيام الماضية من محاولة يعني فتنة داخلها من اعتقالات تعسفية. اليوم تطال الثوار والشباب الذين تظاهروا سلميا في الوقت الذي نرى أن القوى التي افتعلت الإشكال وافتعلت الفتنة وأحرقت السراي وألقت القنابل على القوى الأمنية تسرح وتمرح وهي بعيدة عن توقيف، وكأن المشكلة في الثوار ووجعهم الذي دفعهم للنزول الشارع وليس بالمندسين الذين أرادوا استثمار هذا الحراك الشعبي لأهداف تتعلق بالسياسة ولضرب صورة طرابلس التي برزت في الثورة خلال السنة الماضية، ولا سيما أنها لقبت عروس الثورة نظرا للزخم والامتداد الوطني الذي أعطته للثورة. لذلك هناك من لم يعجبه هذا الأمر، لم يعجبه هذا المشهد، أراد الانتقام من طرابلس عبر أدواته الموجودة في طرابلس. وهنا المقصود أن النظام السوري وميليشيات حزب الله الذين هناك أدوات كثيرة لهم في منطقة طرابلس، حيث أن هذه المدينة العصية وهذه المدينة السنية الكبيرة الأولى على المستوى اللبناني والأولى على المستوى الساحل المتوسط، هناك من يريد أن ينتقم منها ويشيطنها ويظهرها كأنها منطقة خارج عن القانون وتعتدي على الدولة وتعتدي على القوى الأمنية وكأن. نعم، يعني هل يحتمل طوني ما مصلحة، يعني ما المصلحة من ذلك؟ هل يحتمل الوضع في لبنان اليوم أن تكون مدينة بحجم طرابلس خارجة عن السيطرة أو تحمل هذا الكم من الفوضى؟ يعني أنا دعني أوضح الصورة باتجاهين. أولا بالاتجاه الإقليمي، إذا رأينا السياسات، سياسة المحور الإيراني الذي يمتد من طهران إلى بيروت، كيف
غير الديموغرافيا ودمر المدن السنية بابتداء من العراق في بعكوبة بديالة ووصولها صلاح الدين والموصل الرقة حلب حمص، كل هذه المدن ذات الطابع السني تم تدميرها. ورأينا كيف كان هناك محاولة ضرب أرسال أيضا في السنوات الماضية، والآن دور طرابلس. فهذا المحور الهلال يسمى الهلال الشيعي يريد أن يمتد وبالتالي يزيل كافة المعوقات الديموغرافية التي تعيق تمدده من البحر المتوسط إلى طهران. لذلك من الناحية الإقليمية هناك هدف، يعني محور منع يستفيد من ما حصل في طرابلس. وعلى المستوى الداخلي شيطنة وإضعاف السنة والطائفة السياسية والطائفة السنية في السياسة في لبنان هو مشروع أيضا يقوده هذا المحور ليسيطر بشكل كامل. نعم، اسمح لي أنقل هذه النقطة للدكتور قاسم. يعني الدكتور قاسم، اليوم دور طرابلس كما يقول طوني من بيروت واستكمالا للمشروع الطائفي الإيراني، ما رأيك؟ استكمالا للجريمة التي ارتكبت بحق طرابلس على المستوى المعيشي، تستكمل اليوم الجريمة بتشغيل الفاعل وتقاذف الاتهامات. هناك مشكلة بنيوية في طرابلس ليست وليدة اليوم بل منذ عشرات السنين، وقد تبوأ أبناؤها أعلى المراكز والمراتب في الدولة وزادوا من حرمانها. السؤال الأبرز عن من يريد تغيير هوية طرابلس هو من غير طرابلس مدينة التعايش إلى قلعة الإسلام والمسلمين؟ من الذي أحرق شجر الميلاد في طرابلس؟ من الذي أجبر أصحاب المطاعم المسيحيين على الإقفال قصرا في شهر رمضان الكريم؟ من الذي حول مدينة العلم والعلماء إلى أكثر مدينة فيها أمية؟ هل إيران مسؤول عن هذا الموضوع؟ من الذي جعل من علمائها عمر بكري فستو والداعية الشهال وسالم الرافعي؟ من الذي حولها إلى عاصمة الثورة السورية؟ من الذي اليوم حولها لتكون بذات طابع ووجه تركي؟ نعم، يعني البعض يقول أنه لماذا طرابلس استثناء؟ نعم دكتور قاسم، نعم لماذا؟ يعني أنت تطرح أسئلة، بالنهاية نريد إجابة أيضا منك. إذا لم تكن طرابلس في سياق المدن السنية والحواضر السنية التي دمرت بالمشروع الطائفي الإيراني، ما هي إجاباتك على الأسئلة التي طرحتها بنفسك؟ طرابلس هي قلب لبنان. البعض حاول تغيير هويتها وأخذها إلى مكان آخر عندما حول مينائها لاستقبال السفن الأسلحة الآتية إلى المعارضة السورية، عندما حولها مأوى للإرهابيين لأحمد الأسير ولخالد حبلس ولشادي المولوي، الذي جعل من أبنائها وقود لمعارك عبثية 37 جولة أنفق بها عشرات ملايين الدولارات بين ذخائر وأسلحة وأجرة مقاتلين، كان ممكن أن تشهد يعني تطورا للمدينة نوعيا فيها لو أنفقت في الوجه في المدينة. البعض يحاول، بالأمس سمعنا أكبر قطب في طرابلس وهو نجيب ميقاطي الذي يعين على أهل طرابلس التوجه إلى مؤسساته ويدعو إلى التسلح للدفاع عن مؤسساته بوجه أبناء طرابلس. سمعنا أشرف ريفي وهو يتحدث عن حماية المدينة مع أبنائها كما حماها من قبل، وأنا ما أدري حماها ضد الهولاكو أو ضد المغول أو ضد أي حملة. طيب يعني حزب الله كيف ينظر، من أي زاوية حزب الله يتابع المدينة ما يجري اليوم في طرابلس دكتور قاسم؟ يعني من المعيب اصلا انه عندما يخرج الناس للمطالبه بالمعيشه ان يلقنوهم الشتائم لسماحه السيد حسن نصر الله او لميشيل عون، لم ينتخبهم لا سماحه السيد ولا ميشيل عون. لو كانت صور مدينه صور تعاني الفقر المقطع لكان اهالي صور يلومون رئيس بري على تقصيره بحقهم، لن يلوموا نجيب ميقاطي ولن يلوموا سعد الحريري. هذه المدينه اخذت خياراتها السياسيه، واعطيك مثالا بسيطا، يعني عندما اتت السياسه الحريريه الى لبنان منحت زعماء الطوائف صناديق لكي يقوموا بإنماء مناطقهم، أعطت رئيس بري صندوق الجنوب، وأعطت وليد جنبلاط صندوق المهجرين، وأعطت بيروت صندوق مجلس الماء والإعمار. يعني كل منطقة بلبنان دكتور قاسم مسؤول عنها يعني. تمام، يعني سأعود إليك لكن أنتقل للدكتور للأستاذ محمد صابونجي. أستاذ محمد، يعني اليوم توقيفات الجيش الأخيرة في طرابلس تقول أنه لا علاقة لما يجري في طرابلس مع امتداد لثورة الجياع في لبنان، ما رأيك؟ مساء الخير لحضرتك ولضيوفك. أولا في بس بداية قبل الرد على سؤال حضرتك،
في بس مداخلتين على كلام الأستاذ قاسم اللي قالهم. أولا، طرابلس لا تعتبر مأوى للإرهابيين، ولم يجعلها أحد مأوى للإرهابيين. إذا كان هنالك أسلحة تدخل إلى طرابلس فهي تدخل عبر المرفأ، المرفأ الذي يتحكم به أمنيون، والأمنيون اليوم كلنا نعرف أن الأمن اليوم في لبنان يتبع لحزب الله. أما بالنسبة لشتيمة السيد حسن نصر الله، سواء في طرابلس أو في غير طرابلس، الشتائم لا تعبر بطبيعة الحال إلا عن مستوى الشخص الذي يقولها أو يتفوه بها، هذه بطبيعة الحال الدرجة الأولى. لذلك ليس الشتائم سماحة السيد حسن نصر الله هي التي هي معيار لكي يقال عن طرابلس إذا كانت هي طرابلس المقاومة أم طرابلس غير المقاومة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة بالنسبة ما تفضل به أستاذ قاسم، بالنسبة لما قاله رئيس ميقاتي والوزير أشرف ليبي، نجيب ميقاتي عندما قال أنه سيلجأ إلى الأمن الذاتي، وأنا هنا لا أبرر ولا أدافع ولست مخول بالدفاع أو بالكلام عن نجيب ميقاتي أو عن أشرف ريفي، ولكن عندما يكون قطبين أشرف ريفي زعيمين سنيين عندهما الأرضية في طرابلس الأرضية السنية يقولون أن هنالك سيلجؤون إلى الأمن الذاتي، لم يكونوا يلجؤون إلى الأمن الذاتي من الطرابلسيين، بل من الطابور الخامس والسادس والسابع المدعوم من القوى الأمنية، وأقولها علنا وفي أسماء أمنية موجودة أو أسماء عفوا لمن قاموا بالشغب موجودة ومعروفين أنهم للأمنيين. اليوم هنالك أناس عندهم مصالح، نجيب ميقاتي وأشرف حنيفي دعوا لحماية طرابلس بالطرابلسيين، إن ما حيجيبوا ناس من المغول ولا من إيران ولا من السعودية ليحموا طرابلس، هن اللي يحموا طرابلس بالطرابلسيين الموجودين. حتى الحريري يعني أستاذ طه، حتى الحريري يوجه اتهام مبطن للجيش بوقوفه متفرجا أيضا على ما يجري في طرابلس. ما كان مبطن. معلش، اللي بيعرف طرابلس بيعرف إنه من باب السرايا طرابلس محل ما صار يعني ليلة الشغب. من باب طرابلس، من باب سرايا طرابلس لتوصل على مبنى البلديه بالسياره، وبالوقت اللي صار في الحريق القوى الامنيه لن يلزمها اكثر من 60 الى 90 ثانيه بما معدل 3 دقائق في الوصول الى البلديه. سعد الحريري عندما قال عن تقصير الجيش، انا قلت امس على احد القنوات ان الجيش مشترك بهذا الموضوع، كان كقرار من قياده الجيش، وتساءلت ما دور قيادة الجيش بأن تدع الذين دخلوا في الشغب والذين أكملوا حرق، الذين أكملوا من سرايا طرابلس إلى البلدية، لماذا تركهم الجيش وليس هنالك فترة استسلام مسافة بسيطة؟ المسافة من يعرف طرابلس يعرف ما بين السراي إلى دار البلدية بالملالات العسكرية التي معهم حاليا لن تتخطى الدقيقتين، 40 ثانية 40 دقيقة يا أستاذ ملهم حتى وصل الجيش من السراي إلى البلدية. لماذا أخذ قرار بحرق البلدية؟ لماذا أريد أو أراد من حرق البلدية أن يكون أبناء طرابلس هم من حرقوا البلدية؟ أبناء طرابلس مش لح يحرق البلدية، أبناء طرابلس مش لح يحرق الداتا الموجودة من البلدية بالمنطق، يعني لا أحد يحرق مستندات أملاكه، لكن إذا كان هناك تسلل بهذا الشكل، يعني نحن عم نحكي عن 16 قنبلة حربية و600 قنبلة مولوتوف، يعني هذا رقم كبير لأشخاص يريدون فقط القيام بالعبث في مدينة طرابلس. معلش، لبنان نحن بنعرف لبنان يعني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، يعني قد تجد هذا الأضعاف. أنا في بيتي ممكن تتفضل لعندي بتلاقي ام 16 وبتلاقي قنابل. كل إنسان في لبنان ما بعد الحرب عنده يعني السوق مفتوح أساسا لبنان، يعني معلش بنزل على الضاحيه بتجيب اللي بدك اياه، ولا بالعربي بتنزل على الضاحيه بتجيب اللي بدك اياه سلاح وبتطلع، بتنزل على الجنوب بتجيب اللي بدك اياه سلاح وبتطلع، وين ما كان في سلاح، سلاح متفلت وبيع السلاح هذا شيء عادي، مش هالشيء الكبير يعني انه من اين احضروهم. بس السؤال، معالي وزير الداخليه المحترم العظيم امبارح بيقول انه كان عندنا معلومات بان هنالك 600 قنبله سوف تلقى على القوى الامنيه، عندك معلومات انه في 600 قنبله بدها تلقى على القوى الامنيه، وما عندك معلومات انه في ناس موجودين شغب بده يحرقوا السرايا؟ انه فقط هالتضارب بالسياسه اللبنانيه وهالتزاكي بطريقه غبيه على الشعب اللبناني، هيدا عيب، هيدا عيب، بطريقه يطلع وزير داخليه يقول لك نحن كنا عارفين، لكن ليه ما وقفت الشغب؟
اليوم البلد، اليوم الجيش اللبناني لم يتدخل باحداث طرابلس الا بعدما القيت قنبله واصابت رئيس جهاز فرع المعلومات هناك محمد عرب العقيد، عميد محمد عرب، عقيد محمد عرب والمقدم خير وغيرهم. هنا احس الجيش وصلنا الى حد لا يمكن السكوت عليه، لماذا لم يتدخل من الاول؟ وهنالك اتفاق ضمني ما بين الاجهزه الامنيه ان القوى الامن تحمي الداخل والجيش يحمي الخارج. لماذا لم يحمي الجيش الخارج؟ ولماذا اليوم الاخر، اليوم الثاني، أفرض القرار من الجيش ولم يحصل هنالك شغف؟ نعم دكتور قاسم، اسمح لي هذه التساؤلات أن يعني أرجئها للدكتور قاسم. دكتور قاسم، ليست المشكلة فقط مع السياسيين، يعني اليوم أسهل شيء في لبنان الكل ينتقد الطبقة السياسية، المشكلة كما قال أستاذ طه هي مشكلة أمنية وبما فيها الجيش أيضا الذي سهل وتغاضى عن وصول هذه المعدات وهذه الأسلحة لأيدي المخربين لوصم طرابلس بالإرهاب. أولا سأرد على عدة نقاط. أولا الحديث عن الجيش اللبناني أمر مرفوض، أما ما أدلى به سعد الحريري فهو يأتي في إطار التصويب السياسي. سعد الحريري تحدث عن الصلاحيات وعن المواد الدستورية دون أن يلتفت إلى موضوع طرابلس، واتهامه للجيش فقط من غمز من قناة الرئيس عون، وكان سباقه إلى ذلك النائب محمد الحجار ليقول من أن الأجهزة الأمنية المسيطرة عليها من قبل رئاسة الجمهورية هي ضليعة في هذا الموضوع. أما عن نفيه موضوع أن طرابلس أصبحت مأوى الإرهابيين وهذا أمر مؤسف، فأنا نعيده بالذاكرة إلى مجموعة المعارك التي قادها الجيش اللبناني في أزقة طرابلس ضد الخلايا وأخيراً خلية شادي المولوي، وسقط أكثر من 40 شهيد للجيش في طرابلس. وهل الجيش يسهل وصول الأسلحة للإرهابيين لكي يقاتلوه بها ويسقط له هؤلاء الشهداء؟ هذا كلام معيب وهذا كلام عبثي، وسبق أن حدثنا عن 37 جولة استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة. أما أن يأتي السلاح من طرابلس من الجنوب أو من الضاحية، فنعيده أيضا بالذاكرة إلى المهرجانات العسكرية التي كانت تقام عند خروج أي واحد من موقوفي المعروفين بموقوفي الإسلاميين الذين شاركوا في المعارك، وآخرها عندما كان خطاب لسعد الحريري أيضا آلاف الطلقات أطلقت، وتحدث يوم الإعلام عن أن هذه الطلقات تساوي أكثر من مليون دولار في هذه المدينة الفقيرة. الحديث عن تقصير الجيش هذا أمر معيب ومعيب جدا، وطالما تحدثوا عن الأجهزة الأمنية بأنها كل منها تابع لفريق سياسي، فليدلي فرع المعلومات بما عنده. كلنا نعلم أن اللواء عثمان هو تابع للرئيس سعد الحريري، فليخرج. نحن ضد أن دائما القضايا في طرابلس وفي غير طرابلس تقيد ضد مجهول ويجهل الفاعل ونكتفي بالاتهامات السياسية، فليخرج. هناك اتهام لأشرف ريفي هيئة علماء طرابلس تحدثت عن ضلوع زعماء من المدينة بصراعات داخلية، وزج باسم أيضا بهاء الحريري في صراعه مع أخيه سعد، وبالتالي رمي الكرة هنا وهناك باتجاه حزب الله باتجاه المشروع الإيراني الذي لا أعلم ماذا تشكل له عقبة طرابلس في مشروعه وأين هو هذا المشروع. دائما نضيع الحقيقة لهذه الاتهامات السياسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وأتى على ذكر أيضا عرسال، وعرسال كانت مثال عظيم لأن حزب الله قدم 27 شهيدا لتحرير منطقة جود عرسال من الإرهابيين، وقدمها على طبق من ذهب لأهلها الذين عادوا ينعموا بالأمن والأمان هناك، ولم يقم بأي تغيير ديموغرافي كما زعم. نعم طيب، يعني طوني قال دكتور قاسم يعني هناك خلط في الأمور في مثل هذا التوقيت وفي مثل هذه الظروف. البعض ذهب يعني إلى أيضا إلقاء المسؤولية على الحريري على تركيا. ما الذي يجري اليوم يعني حتى في التصريحات السياسية المعلنة في لبنان؟ يعني الذي جرى في طرابلس من أعمال تخريب يعني هو ليس المرة الأولى يحدث. فإذا رأينا ما حدث في بيروت خلال الفترة السابقة، خلال فترة الانتفاضة الشعبية وعمليات التخريب التي حصلت هناك، نعرف جيدا أن فرقة الدراجات النارية التي كانت تأتي وتعتدي على الثوار وتقوم بسرقة وتكسير المحلات التجارية أنها كانت تأتي من الضاحية الجنوبية، ومعروف من هو الراعي الرسمي الذي تتبع إليه وما هي الأهداف. فاليوم ما جرى في طرابلس هو في هذا السياق أيضا. فالمشروع الإيراني أو حزب الله يمتلك في طرابلس سرايا المقاومة، وهي أداة تنفيذية له في طرابلس ومعروفة. أيضا جبل محسن هو تابع للنظام السوري، يعني وخلال الفترات الماضية. وهنا أذكر أيضا دكتور قاسم
أن أحد المحاور وأبرز أسباب الفتنة كانت في طرابلس خلال فترة الجولات السابقة كان بسبب جبل محسن ودعم النظام الأسد لهؤلاء الإرهابيين في منطقة طرابلس الذين كانوا يعتدوا على أبناء المدينة. ونذكر أيضا أن النظام السوري هو من أرسل سيارات لتفجر سواء بمشروع ميشيل سماحة أو غيره، وأن المتورطين بتفجير مسجدات تقوى والسلام في طرابلس هم أتوا من قبل نظام بشار الأسد. فهذه حقائق ثابتة لا يجوز يعني التلطي خلفها، وأن ما حصل في طرابلس اليوم هو يأتي في هذا السياق نفسه. فاستغلال عملية وضع الفقر، يعني كان يتحدث أيضا دكتور قاسم أن طرابلس محرومة وفقيرة ومن يتحمل ذلك؟ يتحمل ذلك الحكومات اللبنانية المتعاقبة، ومنذ 10 سنوات حتى اليوم ندرك من كان يمسك زمام الأمور في الحكومة، من يمسك ومن يقرر في لبنان. إن كان سعد الحريري رئيس للحكومة فرئيس حكومة صوري، ولكن المقرر الحقيقي هو حزب الله. رئيس الجمهورية في لبنان هو رئيس صوري، يعني هؤلاء كلهم هم في مناصب ولكن هناك إدارة خفية تسير الأمور. حتى الجيش اللبناني اليوم هناك انتقادات كثيرة حول ما حصل ودوره في طرابلس، ولكن كذلك الأمر لماذا لا يتجرأ الجيش ويعتقل فعلا الذين ارتكبوا هذه الفتنة؟ لماذا لم يعتقلهم أيضا في بيروت؟ لأنه يعتقلهم لأنه يدرك ويعرف من هو محركهم ولا يريد أن يستطيع مع الجهة الأمنية التي أرسلتهم. هذه الحقيقة في هذا الموضوع. عكس ذلك كله يعني عمليات نقاش عشوائية وخارج الحدود. يعني اليوم في طرابلس حصل حراك فعلا، وهو حراك محق، فهؤلاء الأبناء طرابلس خيروا بين البقاء في بيوتهم ومنعهم بالعمل نتيجة تفشي وباء كورونا والإجراءات التي اتخذت بإقفال البلاد لمدة شهر تقريبا، وبالتالي هؤلاء اعتبروا أن نحن في هذا الوضع بالكاد نعيش، وإن لم ننزل على أعمالنا سوف نموت جوعا. فإذا نحن مخيرون، إما الموت جوعا إما الموت بالوباء، وبالتالي ما كان عليهم إلا الانتفاض والتحرك في الشارع. ودعني أقول أيضا أن قبل الأربعاء الأسود، يعني ليلة الاشتباكات وليلة الأحراق والتكثيف في طرابلس، كان عدة ليالي سابقة بدأ التحرك الشارع ورأينا تظاهرات، لم نرى أي اعتداء على القوى الأمنية ولم نرى أي تكسير حينها إلا في تلك الليلة، لأن بدأ أن الحراك يتعاظم في طرابلس وهناك جهة تريد طمس هذا الحراك وتمنع المواطنين من تعبير رأيهم والاعتراض. نعم. على الطبقة توني السياسية. فقط يعني هل كان اتصال ماكرون بميشيل عون يعني في سياق أيضا موضوع طرابلس برأيك؟ يعني هناك مبادرة فرنسية قامت بها فرنسا منذ عدة أشهر وتعثرت مرارا وتكرارا. اليوم يعني كان هناك فرصة بعد أن وصل جون بايدن إلى الرئاسة الأمريكية، يبدو على المستوى الدولي أن هناك تقارب أكثر بين الولايات المتحدة وفرنسا، وهذا يريد استثماره هو الرئيس الفرنسي في لبنان لتحفيز مبادرته وإعادة إحيائها من جديد. فهذا الاتصال أتى في هذا الإطار، في إطار تحريك المبادرة الفرنسية والسعي لمحاولة إنتاج حكومة لبنانية جديدة. نعلم أن الحكومة متعثرة منذ 6 أشهر تقريبا وأكثر من بعد انفجار المرفأ ولا تشكيل لحكومة، وبالتالي الفرنسيين والغرب يقولون للبنان نريد حكومة لكي تدير البلاد، إذا أردنا أن نتفاوض مع أحد في لبنان فمن هي المرجعية بغياب حكومة وبغياب أي سلطة قادرة على مسك زمام؟ وبالتالي يعني المبادرة الماكرونية اليوم ممكن تأخذ شكل جديد. دعنا ننتقل للأستاذ طه في إسطنبول. أستاذ طه، يعني يقال اليوم بأن أمريكا تطلق يد فرنسا وماكرون تحديدا باتفاق نووي مع إيران، في أي سياق يمكن وضع الملف اللبناني في هذه التداعيات الأخيرة؟ صديقي، أمريكا لا تسلم ماكرون قرارها بالنسبة للموضوع النووي الإيراني، إنما أساساً ما جعل ماكرون يفشل في مبادرته هو أنه ما قدر يصل إلى مرحلة بلبنان يقدر عندها الحل. اليوم حزب الله في عنده على الطاولة يطرح اليوم خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووجود جو بايدن حالياً، هنالك قطعاً شيء سيتغير. اليوم النووي الإيراني على الطاولة، لماذا يبيع حزب الله القرار على الحل في لبنان لماكرون يلي هو الوكيل، ولا يبيعها للأمريكي الذي هو الأصيل
ام هنا يعني موضوع الشيطان الاكبر، امريكا الشيطان الاكبر، هذه البروباغندا دعايات، نحن نتكلم شيء سياسي ومن تحت الطاوله تحصل، والكل العالم يعرف ان تحصل هنالك اتصالات وغيره وغيره، وهذا ليس مشينا بطبيعه الحال. ولكن اليوم حزب الله سوف يبيعها للاصيل لا للوكيل، لذلك ماكرون لن ينجح في ما الذي يريد ان يوصل اليه لبنان. اليوم ماكرون جاء بطروحات جديدة، جاء بحكومة جديدة مؤلفة من 20 أو كما يقال طروحات جديدة. اليوم لا، وأنا قلتها على الأوريون وأتشرف بقولها وسأعيدها، لن يكون هنالك حل في لبنان، حل فعلي. لن تتدفق أموال لا فرنسا ولا الخليج العربي، ولن يكون هنالك رضا لا خليجي ولا أوروبي ولا أمريكي، لطالما السياسة في لبنان باقية كما هي، وستبقى السياسة باقية كما هي إلى أن يكون هنالك حل إيراني أمريكي. على حسب الحل الإيراني الأمريكي والاتفاق يكون هنالك اتفاق وحل في لبنان على أساسه. إما أزمة كبيرة إذا ما وصل للاتفاق، يضغط الإيرانيين عبر حزب الله في لبنان، أو إذا كان هنالك اتفاق سوف تجد حزب الله يعطي من يعني يلين المواقف بشكل كبير حتى يصل إلى حل في لبنان ويكون هنالك حكومة في لبنان. أما بعهد، وأنا هذه واثق منها، بعهد ميشيل عون لن يكون هنالك لبنان مستقر أبدا. نعم دكتور قاسم، ما رأيك؟ يعني لن يكون هناك حل في لبنان حتى يعني إيران تضع ورقة التفاوض اللبنانية على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد لم يكون هناك حل في لبنان ولم يستقر لبنان طالما لم نتخلص من هذه اللغة الخشبية التي سمعناها منذ ما قبل الاتفاق النووي في العام 2015 أن علة وجود حزب الله هي لكي يعني يعطي زخم وقوة في الاتفاق النووي. عندما وقع الاتفاق النووي ظل حزب الله كما هو، بل ازداد قوة وازداد مواجهة للمشروع الأمريكي في المنطقة الذي أراد أن يفتتنا وأن يقسمنا إلى طبقات مذهبية، يعني تدفع شخص كصديقي جولوس أن يتحدث عن السنية وعن طرابلس السنية. نحن لا نرى في طرابلس إلا مدينة لبنانية عزيزة على قلوب كل اللبنانيين. أما موضوع ماكرون فيعني الحديث فيه كان مطولا ومفصلا، أنه استغل موضوع انفجار مرفا بيروت ليحصل على تنازلات من جميع الأفرقاء، وكان حزب الله أول الداعمين وأول المباركين بتكليف مصطفى أديب، ثم من بعدها أيضا لم يمانع في تولي سعد الحريري هذه المهمة، والسجال منذ 4 أشهر إذا اليوم حزب الله خارج إطار هذا السجال تماما، والنزاع ما بين الرئيس ميشيل عون وجبران باسيل من جهة وسعد الحريري من جهة أخرى. فلماذا دائما الزج باسم حزب الله وبإيران؟ وإيران حاول التعاطي مع الفرنسي فكان جوابهم عليكم أن تتحدثوا مع اللبنانيين. أما في سياق ما حدث أيضا في مدينة طرابلس، فنذكر هنا بموقفين للدولة الفرنسية. الموقف الذي صدر بالأمس عن قائد الأركان الجيوش الفرنسية الذي أشاد بدور الجيش اللبناني، ومن قبل البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية الذي يكبل عمل القوى الأمنية والذي حذرها من استخدام الأسلحة ذات الصناعة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين. وأذكر هنا أن العديد من السفارات زارت الأجهزة الأمنية اللبنانية والرؤساء الثلاثة وحذروا من مواجهة المتظاهرين في الفترة المقبلة، وليس السفارة الإيرانية من بينهم، وبالتالي الجميع كان يحضر الساحة. وهنا أسأل سؤال كبير، عندما نتحدث عن مدينة طرابلس ونريد أن نعالج مشكلتها، أليس علينا إزالة الأسباب؟ إذا كان حزب الله أو المشروع الإيراني بين قوسين يستطيع اختراق هذا المجتمع المتماسك من البوابة المعيشية، فلماذا لا نزيد هذه الأسباب؟ ديفيد هيل تحدث عن 10 مليارات دولار قبضتها الجمعيات الأهلية في لبنان، أين حصل طرابلس من هذه المليارات التي كانت ممكن أن تكفيها؟ وهي ما اسمه عروس الثورة، هل عروس الثورة يعني يخرج على المسرح ليهتف بالجماهير مندوب الثورة السورية ويكون هتاف الجماهير نحن إدلب نحن معاك للموت؟ أين هي هذه المطالب الشعبية والحياتية؟ اليوم تتحدثون عن الجيش اللبناني، لماذا تم حماية السرايا ويتقاعس في البلدية؟ لقد تم اختراق الكونغرس الأمريكي من مجموعة من الثائرين
وذهب 4 ضحايا، لما نتحدث عن الضباط الذين أصيبوا في الجيش اللبناني، من المعيب أن نصوت على هذه المؤسسة الوطنية. يعني دكتور قاسم، يعني تعيب على شعار مر مع كل مسيرة واضحة لمسيرة السلمية في طرابلس، وتحديدا في الفترة الأولى، بالمقابل جمهور حزب الله وحركة أمل كان يحرق الخيم وكان يصرح وكان يقطع جسر الكولا ويتواجه بشكل مباشر مع المتظاهرين اللبنانيين. أنا 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 ضد أي جمهور لأي فئة ولأي حزب لم ينزل إلى الشارع ضد هذه السلطة الحاكمة بأكملها. أنا أول من هتف للناس التي نزلت في سور تهتف ضد الرئيس بري، وطلبت أن يتم الهتاف ضد وليد جنبلاط في عقلين أو في المختارة، وضد سمير جعجع في معراب، ضد الجميع، لأن يعني كلهم أنت بهذا الإطار أيضا. أنا أحمل الجميع المسؤولية عن حسن نية أو عن سوء نية، من شارك إدارة هذه الدولة ومن سكت عن إدارة هذه الدولة، الجميع مسؤولون عما وصل إليه الشعب اللبناني اليوم. كما يتألم الطرابلس يتألم ابن جبل محسن، ويتألم ابن طرابلس وابن النبطي وابن الكورة وابن عكار. هذا الألم يشملنا جميعا. اليوم دهمتنا هذا الوباء القاتل، فبتنا نفاضل ما بين الصحة وبين الطعام. نعم. هل هذا الشعب اللبناني يصل إلى هذه المرحلة؟ اليوم أعطيك مثالا بسيطا، لماذا أحمل أنا مسؤولية طرابلس المسؤولية؟ اليوم هناك تكافل اجتماعي في الأزمات. إذا كان الأب عاجز عن تأمين لقمة العيش لأولاده، عن الدولة اللبنانية، على أبناء مدينة طرابلس أن لا يظلموا أمهم وأبنائها وهم المقتدرون. عندما حصل إعصار كاترينا في الولايات المتحدة الأمريكية وتأخرت الحكومة المركزية في دفع مبالغ إيواء للمشردين، قام حاكم الولاية بتخصيص الاتصالات، قطاع الاتصالات وقطاع الكهرباء لينفق على هؤلاء. وبالتالي أين المبادرات الإنسانية والاجتماعية لأثرياء طرابلس لكي يعينوا هؤلاء الناس على فترة الإغلاق؟ طيب اسمح لي أنقل هذا التساؤل أيضا لتوني بولس. توني، اليوم سعر الدولار يترنح ما بين 9000، ارتفع أكثر ورجع يعني تقريبا استقر، والإغلاق التام تم تمديده لـ8 شباط، يعني نحن قريبين جدا من عودة الشارع اللبناني للثورة اللبنانية. ما هو السيناريو المتوقع اليوم، خاصة هناك فعاليات أيضا ذهبت إلى طرابلس تضامنا مع الطرابلسيين؟ تماما، يعني في ناحية بجانب معين وافق ما قاله دكتور قاسم، لناحية الوضع الاجتماعي وغياب أبناء أو غياب قادة طرابلس وزعمائها على التكافل الاجتماعي مع أبنائها، وهذه النقطة فعلا مثيرة للتساؤل. فهؤلاء لا يتذكرون العوائل الفقيرة سوى يوم الانتخابات للتصويت لهم. هذه نقطة يعني مهمة لابد من الموافقة عليها مع دكتور قاسم، ولكن هذا لا ينفي التقصير الحكومي ومن يقرر من ناحية الحكومة. بنقطة استمرار الإغلاق، هناك يعني حديث عن إمكانية تمديد الإغلاق أيضا إلى ما بعد 8، يعني لمدة 10 أيام إضافية. طبعا لم يحسم هذا الأمر، ولكن هناك حديث بهذا الموضوع. وحتى أيضا لو فتح الباب سيفتح جزئيا، يعني سيفتح يعني بشكل تدريجي لمدة شهر إضافي. وبالتالي استمرار هذا الأمر سيزيد من معاناة أبناء طرابلس، وسيزيد من معاناة فئة كبيرة من الشارع الطرابلسي واللبناني أصلا، الذي يعمل باليومية أو الذي يحصد قوته من العمل اليومي المباشر، سواء أصحاب المحلات أو غيرها من القطاعات الإنتاجية. لذلك وبغياب تحفيزات، يعني هنا نتحدث عن إغلاق تام دون أن يكون أي تحفيزات لا من الدولة ولا غيرها، لا بل هناك عقاب على كل من يخالف أو يخالف هذا القانون. في طرابلس تحديدا هناك يعني توقع لمزيد من المآسي الاجتماعية والإنسانية، كون هذه المدينة هي نعرف أنها الأفقر في لبنان وفي الشرق. يعني توقع أيضا أن يكون هناك وضع اجتماعي صعب سيء، هذا يتزامن أيضا مع المشكلة الصحية. رأينا كيف المستشفيات غصت بالمرضى، وكيف وصلت القطاعات الصحية كلها إلى ساعات الاستيعابية القصوى، لدرجة أن المرضى يعالجون في سياراتهم أمام المستشفيات ولا إمكانية لإدخالهم. يعني هذا أمر مأساوي جدا يمر في لبنان، لا أعتقد أنه في تاريخ لبنان مر لبنان بهذه المأساة، في ظل تشنج حكومي واستمرار بالمزايدة والكيد السياسي لعدم تشكيل حكومة قادرة بحد الأدنى أن تقدم بعض الإدارة للبلاد أو تقدم برنامج معين
تحافظ فيه على بعض الامن الاجتماعي. ففي لبنان انت بت يعني بتفلت تام، انت عليك ان تبني منظومتك الغذائيه وانت منظومتك الصحيه والامنيه وكل شيء. يعني نعرف ان البيوت باتت مخزنا للادويه وللطعام وغيرها، لان هذه السلع معرضه لان باي لحظه تفقد من السوق، الادويه لا نجدها في الصيدليات. كل هذا الامر يعني فعلا الشعب اللبناني وصل الى أسوأ حالاته منذ مئات السنوات، وهنا يتذكر الكثيرون ويقارنون بالحرب العالميه الاولى عندما حلت المجاعه في لبنان وقتلت ثلث سكان لبنان. نعم. لذلك هناك تعويل على يعني على امكانيه ان يكون هناك وعي، ولا يمكن يحصل هذا الوعي سوى بانتفاضه شعبيه. ودعني اخطب بنقطه، ان بالرغم من جائحه كورونا والاغلاق التام المفروض نتيجه هذا الموضوع، هناك استغلال لهذه الجائحه باقصى حدود لمنع اي تحركات في الشارع. الشعب اللبناني يريد ان يتحرك، حتى ان هناك يعني يستخدم هذا يعني كورونا تستخدم بالاتجاهين، بالاتجاه الصحي والمعيار الصحيح، وتستخدم ايضا كاداه لقمع ومنع الانتفاضه واجلاس الناس في بيوتهم. اريد ان اختم مع استاذ طه. يعني استاذ طه، مشكله اهل طرابلس اليوم مركبه، بحيث اذا نزلوا على الشارع لمطالب ممكن مباشره ان يتم زج مندسين وبالتالي الصاق تهمه الارهاب. تحدث طوني عن الوعي، ماذا يجب ان يفعل الطرابلسيون اليوم ليستمروا فيما بداوه بثوره لبنان؟ صديقي، عندما بدات الثوره في لبنان وفي طرابلس بالذات، بدات كانت من ارقى ما يكون الى ان حست الطبقه الحاكمه بانها ستتزلزل من اماكنها يعني تتحطم كراسيها، فبدات القوى الامنيه بادخال يعني المحسوبين عليها لتفرقة العناصر. اليوم المفروض من الطرابلسيين أن يكونوا على دراية ببعضهم فقط. يعني ولاد طرابلس أستاذ منهم كلهم بيعرفوا بعض، الغريب معروف والقريب معروف، لأنه طرابلس مدينة صغيرة. يجب أن ينتبهوا فقط ويتنبهوا فقط من المندسين، وهذا حصل أساسا لما في اليوم الآخر عندما ذهبوا إلى لإحراق أيضا مخفر السويقة أو مخفر من المخافر، بعض المحتجين أو بعض الثوار رجعوا، ذهب فقط يعني عاملين الشغب والبعض المحتجين رجعوا. يعني الثوار في لبنان وفي طرابلس بالذات معروفين. الثوار يجب فقط أن يتنبهوا ويبتعدوا عن الذين يريدون بطرابلس أن تكون قندهار ثانية. طرابلس ليست قندهار ثانية. وفقط أريد أن أعلق على كلمة واحدة، نحن في طرابلس أستاذي، عندما قال الأستاذ قاسم أنه في طرابلس ليست ثورة بمعنى الكلمة، لأنه قالوا يا أدلب نحن معك للموت، ما المشكلة إذا كنت أنا مع الثورة السورية للموت؟ وما المشكلة إذا كنت مع أدلب للموت وقلتها في ثورة طرابلس؟ ما بالمقابل أيضا هنالك جحافل من الجيش تدخل لمدعاوده النظام في سوريا وتقتل. ليش انا ممنوع علي انه بطرابلس اقول انا ولو بالكلمه اللي ما حد تعمل شيء اقول انا معك للموت، بينما ممكن اني ابعث حزب الله لهونيك يموت ويموت عالم، معلش هذوليك حق مكتسب، بس انا غلط اني اقول انا معك يقدم للموت. انه شو هالتفرقه، شو هالعقليه اللي ممكن تنعمل انه طرابلس لا هي يعني مدينه هي مع الثوره السوريه، فاذا هي الارهاب. اذا كنا مع الثوره السوريه فالارهاب، فانا ارهابي وطرابلس ارهابيه. نعم، استاذ محمد طه صابونجي المحلل السياسي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. ايضا شكرا لتوني بولس المحلل السياسي ومراسل اورينت من بيروت، والشكر ايضا للدكتور قاسم حدرج المستشار في العلاقات الدوليه. الشكر لكم ايضا متابعينا. هنا تنتهي حلقه التفاصيل، الى اللقاء.